الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الله تعالى وبركاته بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزواجه وذريته وأحمد بن جبر الله يبيه ولم يرحم يوم مرسل والصحابة والتابعين ولو يا سيد الصالحين ولو لما المسلمين في جميع الملائكة المقربين جمع الله أولياء الصالحين الشام القادم إلى أن يسأل مع الكرم السائق العام بدي وسأل كسال حرمني سيد الرئيس بن سعيد بن لدن من الله أئمة المسلمين وسأل إمام السابع إمام علي بن محمد إمام أبو حنيفة إمام الغزال إمام النووي إمام الحسن الحسن إمام الدبا بن الوحدة محمد المسلم من المقرب من جمع المجاهد بن سبيل وزنا سبب الدرب أسب أخد وأسامي بدر بدوان وجميع أهلكم برحمة الله وسلم على المؤمن المؤمن السريق العظيم المغاري بحبر بهذه المدينة السلمان يأوزن أبينا مهدنا وجدادنا وجدادنا مساهنا 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 ونسوه لسوه مع أهلكم برحمة الله إجادة معهم وانا بيد المجلس من لا ذكر الله ولا زائر ما من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبب ذكر جميع أهلكم برحمة الله بيد حاجة حالية بنت مصرية Mbah Masriyah, Mbah Marbiyah, Mbah Abdurrahman, Mbah Toha, Mbah Suri, Mbah Asyiyah, Mbah Senawi, Mbah Sarijan, Mbah Kaswati, Anak Sulihah, Mbah Nuridin, Mbah Mimah, Abdurrahman, Qadi wa Usuli, Haji Abdul Hadi wa Haji Absin. Usuli wa Ruhin dalam idul akhri bahan mu'alim wa huwani min asabi wa suwajim wa duriyadim wa ahli baidim wa duriyadim wa ahli ludihim. أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم ويهديهم 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 وسهل جميع أمورنا من الدنيا والآخرة وارزقنا يا الله نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا الله إياهم من المحبوبين عندك وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم بس في جميع أمراضنا الظاهرة باتنا سبحان عاجل لا يواد المعد والسابق من تعويل البدع bagaimana masa dalam bersama سائر المسائل عنكم وكم من هؤلاء الإمام محمد البوصري بقراءة البردة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذكر جيران بذي سلام ما سجدت من بغلة بدم محبة الريح من طرفان كريمة وعمق البرق في الظلماء من عظام فما لعينيك
بيدك إن قلت كفى همتا ومن قال قلت استفيق يا حيمي أيسب والسب أن الحب منقدم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى دمعا على ضلال ولا أريق تهري ذكر الباني والعالم ولا أعرضك لون يمرتي وغنى ذكر الحيام وذكر الساكن الحيام فكيف تنكر حبا بعد ما شهد به عليك ودل الدمع والسقم وأثبت الوجد وضي عمرتي وغنى مثل البهار على خديك والعنام نعم سار طيب من أهوى فأرقني ولهم ضيع لذتي بالألم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حاليا لسر بمستدير عن الوسى دعي بمنحسم محضن النسى لكن لست أسمعه إن المحب عن الخذل في صمم إن اتهمت نسي الصيب في عدل والسيب أب نسن أن التهم فإن أمرت بالسوء من دعت من جهلها من أدير السيب والهرم ولا عدت من البل الجميل قريت من ألم ما برأسي ويرم لكنت أعلم أني ما أوكله قدمت سرا بدلا منه بالقدم من لي برد جماح من وغايتها كما يرد باللجوم فردر بالمعز كسر سحوتها إن الطعام يقوي سحوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله سبع له بالرضا تبدله ينفضي فاصرف هواها وهجرا تواليه إن الهوى يسمي ورائها وهي بالعمل سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي كم حسنة لذة للمرء قاتلة من حيث لم أن السم في الدسم وزد سائس من جوع ومن سبع وربما خمس سر من الضحم واستغرق الدمع من عين قديم من المهارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حدك النسب الدهم ولا تدع منهما حسما ولا حكما بين الحسم والحكم يستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسمت به نزلا لدعكم أمرت قد خير لك مما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصلي وفرض ولم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كلهم إذا لم تسن دمنا يجعل ما إلى أن استكت الضر من ورم والسد من سوى من أنساه وقوى تحت الهجرة قسم مطرف الأدم وربدته الجبال السم من ذهب عن نفسه سمم وأكد زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعمد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من دوله لم دنيا من العدم محمد زيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم أمير الأمير النهي فلا أحد أبر في منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الله فالمستمسكون به مستمسكون بحب غير منفسم وقلنا بإن في خلق وفي خلق ولم يدنه بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله مولى
والتمس وارفع من الديام ووقفوا لديه عند حدهم من نقطة العلم أم من سكلة الحكم، فهو الذي تممنا هو سورته ثم اصطفى هو ممن بارئ النسم منزه عن ذلك في محاسنه، فجوهر غير منقسم تمدع ذو النصر في نبيهم، وكن بما سد مدحا فيه واحتكم، وانسب الى الذي ما سد من سرف، وانسب الى ما سد من عظم، فان فضل رسول الله ليس له حظ، فيعرف عنه ناطق بفم، لو نسبت قدره اياته عظما احيا اسمه هنا يدعى دارس الرمم، لم ينتهي نبي متى يلهكون بيرس علينا، فلم نرتب ولم نهم اي الورى، فهم مناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الضرب من امامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النية من تسلوا عنه بالعلوم، فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نورهم بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يبهرن أنوارها للناس في الظلم، أكرم بحق نبي جانه خلق من حسن مستمر بالبشر متسم، كالزهر في شرف والبحر في كرم، والدهر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته، في عسكر إن تلقى هو في حسم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف، من معدن أي منطق منه ومبتسم، لو طيب يحلل تربا ضم أعظمه، ذوبا لمنتسك منه وملتزم، مولاي صلي وسلم دائما بك خير الخلق كلهم، يا بنا مولده عن ذم عنصره، يضرب مبتدا منه ومهتدم، يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بهلول البؤس والنقم، وبدائي ونكسر وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم، والنار حامدة الانفاس من حسب عليه، نار سعي العين من سدم، وساء ساوتا وقد بحيرتها، ورد وحبيبها نظم، كأن من نار ما بالماء من بلل نسنا، وبالماء ما بالنار من ضرم، والجن تعذب أهلا ورسا طيعة، والحق يهار من معنى ومن كلم، يعم وسم فعلان البسائل لم تسمع، وبلغان الإنذار لم تسم، من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم يقوم، وبعد ما عيان بالأفق من سبه المنقطة، وقم بالعرض من صنم، حتى ودا عن تفريق الوحي منهزم، من السيادين يقو إدرا منهزم، كأنهم هرب أبطال أبرهة، أو أسفار بالحصى من راحة هير، من أمدى به بلدت بهم ببطنه، من أمدى المسبه من أساء ملتكم، مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم، جعل لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه أهل ساكن بلا قدم، كأنما سطر سطرا لمن كتبت فروعها من بني الخط باللقم، مثل الغمام النسر السائرة تنتقيها الروادس للهجير حمي، أقسمت بالغمام المسكين إن له من قلبه
مبرورة القسم وما هوى الوار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أم فاصفره بالغار والصديق لم يرم وهم يقولون بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير الباري تنسج ولم تهم وقاية الله أو ندعم مضاعفات من الدور وعن آل من الهضم ما زمن الدهر طيما واستجرت به إلا ونقت جوارا منه لم يضم ولا التمست إلى الضرين من يده إلا استلمت الندى من غير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إنه قلبا إذا لم ينم فدك حين بلو من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمقتسم ولا نبي على غيب بمتهم كم امرأة وسيبا باللمس راحته واطلقت عريبا من لبقة اللمام واهجت سند السحب ادعوته حتى حكت غرة بالأسر الدهم بعابد يد أو هلت البطاعة بها سيف من اليم أو سيل من العالم مولاي صل وسلم دائما بهم دعني ووسبي آيات له ظهرت ظهورنا رفيرا ليلا على عالم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس يقوس قدرا غير منتظم فمن تضع ما للمديه إلى مبين كرم الأخلاق والسيام آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إيرام دامت لدينا فقد كل معجزة من النبي محكمة فما تبقين من شبه لذيس قرب ولا تبقين من حكم ما هرب قد إلا عند من حرم عند الآدي إليها ملكي السلام ردت بلا قد أدعو مؤارض بها رد الوي رياد الجاني عن الهرم لها معامل كموج البحر في مدد وفوق جفري بالحسن والقيم فما تؤد ولا تسع جائبها ولا تسع اكسر بالسام قرت بها فقلت له لقد برد بحبل الله فاعتصمي ان تدلوها هبه من حر نار الارض فتحر الارض من وردها السبيم كانها عود تميت الوجوه به من الوسط وقد جاءه كالهمام وكالصراط وكالميزان معدله فالقسط من بالناس لم يقم لا تنجبا لحسود الراحه ينكرها تجاهلا وهو عين الحج كالفهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاه من حرام ليلا إلى حرام
لهم العيد قريب يا
بالجاهليات والتعذيب باليوم
Oh,
وسميها
آمين.